هنروح ليه شباب كرة اليد، وزي ما قلنا لحضراتكم ان فريق الشباب بقياده الكابتن صابر حسين هو الباك اب لهذا الفريق او الداعم لهذا الفريق. لما بيحصل اي عجز فوق طبعا كابتن طارق محروس بيستعين بنجوم هذا الفريق عشان يكملوا العجز في الفريق الاول. طبعا الفرقه كان عندها ماتش مع اسيوط الرياضي وفازوا بنتيجه 27-15. طبعا ماتش يمكن اتلعب على صاله اتحاد الشرطه الرياضي، ولكن الفريق ده طبعا متصدر الدوري بنتيجه 48 نقطه حتى الان، ولكن هم الحقيقه ما بيبصوش لاسم الفرقه اللي بيلعبوها، ولكن هم مركزين عشان ياخدوا الدوري، وبعد الدوري في سوبر، ويعني عندهم برضو مجموعه من البطولات هتحسب خلال الشهرين. بس فريق محترم جدا، وفريق احنا بنتابعه لان فيه لعيبه كتير جدا واعدين. كاميرا الابطال كانت موجوده في الماتش وعملنا التقرير ده، تعالوا نشوف ونرجع لحضراتكم تاني. يمكن احنا وصلنا بالنقط، احنا دلوقتي اول الدوري، فاضل ماتشين في الدور الثاني وهنخلص على كده الحمد لله، ويبقى فاضل دوري مجمعه اللي هي بتحدد بطل الدوري ان شاء الله. وبالنسبه للكاس كسبنا ماتش في دور الثمانيه وفاضل قبل نهائي ونهائي، فالحمد لله احنا ماشيين في الخط كويس والخط سليم ان شاء الله، وربنا يسهل بس ونختم على خير ان شاء الله. يعني والله بنحاول قد ما نقدر طبعا، مش هقدر احكي لك يعني التدريبات ما بتبقاش بالشكل القوي، الفرقه مش كامله في بعض التدريبات، فبنحاول نشتغل العدد اللي بيجي ما عندوش امتحانات وبيجي، بنحاول نشتغل حاجات فرديه شويه بحيث تخدمنا في الماتش، وبنستغل اول فرصه يبقى في تجمع الفرقه كلها موجوده، بنشتغل في اتجاه المباراه بقى، بنحفظ تكتيك، بنحفظ شكل دفاعي، شكل هجومي، بحيث يبقى اللعيبه عنده برضك الذاكره بتجيب شويه ان هو موجود، وبنحاول بقى نعوض دوت. الماتش زي النهارده الفرقه كلها متجمعه شويه، بنلعب بالشكل الاساسي بتاعنا ونعمل شويه جمل شويه دفاعيه وهجوميه، نطمن بيها على لعبتنا يعني وتمشي الحمد لله. كان عندنا اصابه، عندنا ياسر السيف، وده من احسن الدواء في الجيل دوت، ممكن بقاله عنده اصابه بقاله 3 اسابيع ما بيشاركش معانا، بيعمل تاهيل. وكان عندنا سيف فوكس برده عنصر اساسي، بس الحمد لله النهارده اشرفته الشوط الثاني، اديته بعض الوقت اطمن عليه، وبرده ده مكسب ماتش النهارده، راجل سليم الحمد لله بيأدي كويس. وفي لعبه عندنا امتحانات بعيده شويه عشان على المستوى الفني بتاعها، لكن الحمد لله زي ما قلت لحضرتك مجمل العام كفرقه الحمد لله ماشيين في الخط السليم ان شاء الله. كان ماتش كويس، فرق الدوري كلها فرق كويسه، واحنا الحمد لله ماشيين اول الدوري، وبعدين فرق كتير عن المنافسه. عندنا الجيش فريق اللي بينافسنا، يعني لعبنا 3 ماتشات السنه دي، كسبنا 3 ماتشات، بعدنا عن الدوري خالص، ناقص لنا بس ان شاء الله ماتش الزمالك نكسبه المره الجايه، وان شاء الله نكمل ناخد دوري وكاس السنه دي ان شاء الله. كابتن صابر من اول السنه وهو والجهاز الفني كله، كابتن طارق، كابتن محمد يحيى، وكابتن مهند السحيلي، كلهم بيدونا تعليمات، وكل واحد ليه دور يعني قايم بيه معانا على اكمل وجه، وكل واحد بيلعب في الحته بتاعته، وان شاء الله بنحاول نسمع التعليمات وننفذها على قد ما نقدر يعني، وربنا بيكرم ان شاء الله. والله يا كابتن صابر لنا نلعب بجد عشان احنا بنحضر للماتشات الجايه، فتره مهمه بنلعب نهائيات الكاس ونهائيات الدوري، عندنا سموحه في الدوري وكاس الزمالك، بعد كده مجمعه، في كل الماتشات الجايه مهمه فلازم نحضر لها من دلوقتي، احنا تعبنا من اول الموسم فلازم نكمل على اللي احنا بنعمله. هو احنا والله دلوقتي فتره امتحانات، ففي ناس كتير اصلا فرقه مش متجمعه، ما بتمرنش كتير قوي، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر يعني اللي هو نجمع عشان نلعب كويس، فعشان كده الدنيا مش ماشيه صح قوي يعني، بس احنا بنحاول نظبط الدنيا. والله في الاول كنا محتاجين وقت على ما نفوق وكده، طبعا اللعيبه في اجهاد من كتر الماتشات من بدايه الموسم، فاحنا بنلعب نهايه موسم تاني وبدايه موسم جديد، بس طبعا احنا دخلنا في الماتش على طول والحمد لله يعني ربنا كرمنا في الماتش. والله كابتن صابر بيقول لنا دايما تلعب اول دوري زي اخر دوري، وانت لازم يكون عندك شخصيه البطل، ان انت ما تستهترش ابدا، وهم كانوا فرقه بصراحه لعبوا ماتش محترم قدامنا يعني، وكان احتكاك كويس عشان نخش على النهايات بشكل كويس يعني.
وبنفكر حضراتكم ان فريق شباب اليد هو اول الدوري برصيد 48 نقطه، ماشيين كويس جدا ومتصدرين الدوري منذ البدايه. فان شاء الله كل التوفيق لكابتن صابر حسين نجم مصر السابق طبعا والمدير الفني لفريق الشباب. هنروح لكره اليد سيدات، عندنا ماتش سموحه السبت القادم. طبعا الفريق كان حصل على كاس مصر منذ ايام ضد الزمالك، وطبعا الفريق قفل الصفحه دي تماما بعد فوزه طبعا على الزمالك بنتيجه 27-20 والحصول على كاس مصر، قفل الصفحه دي تماما وبيستعد بقوه للدوري لاستعاده اللقب. وشفنا التقارير اللي جايه طبعا مع اللاعبات والجهاز الفني كابتن يحيى يوسف، التركيز في مش عايزين يسيبوا بطوله، يعني كل بطوله هيدخلها الفريق السنه دي عايز يحصل عليها، لان السنه اللي فاتت الحقيقه كان في زي ما بيقولوا استراحه محارب، فقدنا بطولتين وده مش الطبيعي. احنا 33 سنه او اكتر الحمد لله محتفظين بالبطوله. خلينا افكركم ان احنا متصدرين دوري العمومي 89 نقطه، فارق 5 نقاط عن الشمس و7 نقاط عن سبورتنج واللي بيجي في المركز الثالث.